بوجه التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق المبادرة بتاعت حياة كريمة لكم، سواء كان من مؤسسات الدولة أو من القوات المسلحة أو حتى من القطاع المدني اللي مشارك معنا في هذا الموضوع. تعيد المشاهد بعلم الوصول، احنا في خدمة اهلنا ولاد الاصول بعلم الوصول. حياة كريمة وفرت مشاريع للصعيد من المهندسين عمال، عملنا تأهيل للترعة الرئيسية وفروعها. المشروع هنا بيخدم 17,000 نسمة من سكان أهلنا في دمنهور الوحش. بنشتغل في المحطة 24 ساعة. كان تعب سنة بحاله، وكل يوم ما كناش بنروح ما كناش بننام.